أحد اللاعبين القلائل الذين يتمتعون بالخبرات رغم صغر سنه، إلى أنهم هم مستقبل كرة اليد بنادي الزمالك. مازن رضا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الذي بدأ مشواره مع الساحرة الصغيرة منذ نعومة أظافره قبل أن ينضم لمصر للبترول، والذي قدم من خلاله أداء قويا جعله ينضم لصفوف المنتخب في دورة الألعاب الإفريقية. قدرات الفتى الشق العالية جعلت عدد من الأندية تتصارع عليه لضمه إلى صفوفها، إلى أنه فضل ارتداء القميص الأبيض عام 2018 ليبدأ رحلة حصد الألقاب مع كوماندوز اليد. حقق رضا مع الزمالك عدد من البطولات رغم صغر سنه، حيث حقق بطولة الدوري مرتين، إضافة إلى كأس السوبر الإفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية. وعلى الصعيد الدولي ساهم مازن رضا في حصد لقب كأس العالم للناشئين تحت قيادة مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الناشئين آنذاك، كما ساهم في حصد البطولة الإفريقية. يعد مازن رضا صاحب 20 عاماً من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق لما يمتلكه من قدرات عالية تساهم في استمرار كوماندوز اليد على القمة ومواصلة الفريق في حصد الألقاب.